واي 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 استمتع. يلا روحي. وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية. دونر كباب واسكندر كباب وشيش كباب أيضا بالإضافة إلى الكفتة وقطع الريش والبوريك والبقلاوة. هذه بعض الأصناف من تشكيلة المطبخ التركي الذي يتميز بعراقته وتعدد أنواعه. إذن تعدد المشويات التركية وهي الأكثر شهرة بمختلف أنواع اللحوم، لكن عندما تمتزج لذة الطعم بمتعة الاستعراض والمهارة في التقديم يصبح للأكل أكثر من غرض، بحيث يشبع المعدة والعين في آن واحد. شبعنا بالعين؟ يلا بالاستمتاع بالعرض ينضم إلينا في الاستوديو الشيف التركي جورجان وخالد محرز صاحب مطعم تركي. صباح الخير. صباح النور. هوش قلدين انت كاردشم؟ صباح العربية. صباح الخير. صباح العربية. يسعد صباحكم. في البداية يعني حابة أقول إنه هي من أحلى الأطباق أو من أحلى المطابخ أيضا هو المطبخ التركي، متميز بالتوابل، متميز بطريقة التسوية للحوم. خلينا نتكلم عن أهم حاجة بتميز المطبخ التركي عن بقية المطابخ العالمية. بديك ترك متفنن فرقنا. Bizim Türk mutfağı tabii 7 bölgesinde çok farklı, çok güzel lezzetler var. O yüzden Türk mutfağımız çok güçlü. Farklı bir mutfağımız var. يقول إنه المطبخ التركي في 7 مناطق مختلفة في تركيا تتميز بأطباق جدا خاصة، وكل منطقة ما يميزها بحسب طبيعة المكان، ويعتبر هو يعتبر المطبخ التركي من أقوى المطابخ العالمية. أنت ذكرت خالد بامحرز، خليني أنا أكون بالنص بينكم. وبالتالي اليوم الأطباق التركية، سؤال الرئيس، هل نأكلها وهي مطبوخة 100% ولا اللحم لابد أن يكون شوية رطب؟ دديك بو إتن هنجسة دهاي أزقر لك ولدن ama yani normal ama medium ama hepsi. Yani tabii şöyle en güzel benim tercihim medium olması lazım. Çünkü ne kadar iyi pişmiş bir et yani well done olduğu zaman ne olacak, bütün protein değerini kaybedecek. O yüzden tercih medium olması gerekiyor. Ve yani اعتقد ان اكل اللحم بطريقه انه يكون مشوي على طريقه الميديوم افضل لانها تحافظ على نسبه البروتين الموجوده باللحم. يعني خلي زي ما انا بحبها. لا طيب خلينا نجرب. المتعب بالتقديم، التقديم هو اصبح جزء من التسويق للمأكولات التركيه. ما في شك، من اهم ميزات المطبخ التركي هو العرض وطريقه العرض وطريقه. خلينا نشوف شنو عنده عرض. Mesela burada şu anda tam 8 saat pişmiş tandır var. خلينا نشوف. هذا الأساد هو يعني يكون 6 ساعات موجود في الميكرويف للتسخين ثم ينزل على الطبق. يعني 6 ساعات يكون موجود على النار وبعد ذلك يدخل الميكرويف ثم يطلع وبعدين يحضر. اسمه ايه خالد؟ الأساد والريبس يعني المعروف الريبس. تم سرت قسمından çıkan سرت قسمından çıkan buradan. في المنطقة هذه اللحم تاخذ المنطقة هذه الخلفية وهي تعتبر من أفضل أماكن اللحم وهي مرغوبة يعني. طيب خلينا كمان انا حابه اسال شابه على كان انا شابه خلينا نبدا واحنا بيبدا يشتغل نتكلم اكثر عن التسويه عن التوابل حنقسسان بوابت يعني بو şu anda tamına 8 saat pişti 8 saat pişti bakın şu anda kemik yes evet. هلا راح هذه الأولى. نعم. واي 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 لازم ها؟ إيه هذه السلوغن نيم تبعه. السلوغن نيم. طيب. هذه بعد مرور 6 ساعات. 6 إلى 8 ساعات هي تتحضر ثم تدخل الميكرويف من 6 إلى 8 ساعات ثم تطلع وتتجهز. العظام نعم. حتى طريقة التخصيص أو لا لها تكنيك معين لان على اساس تطلع بطريقه متوازيه فلها طريقه معينه في التقطيع عاده هو يستخدمها يعني الجوركان طيب والله اللحم اي ما شاء الله دايب. يبدا كمان يحط البصل والطماطم ايوه طيب خالد انا حابه كمان اسال على نوعيه التوابل اللي تستخدم في المطبخ التركي هل هي مختلفه عن بقيه التوابل في البلدان الاخرى هل هي انتم بتجيبوها من تركيا ولا هي موجوده متواجده في كل مكان من او شكرا جزيلا يلا صرنا اخت مروه كثير من التوابل تيجي من تركيا بو ديديكي
Türk mutfağının baharatları neler? Evet, bizim Türk mutfağı çok yoğun bir çeşit var Türk mutfağında baharat olarak. Fiyanu akasiyi ama tabii ki sıralamak gerekirse mesela bu kekik. من الأشياء اللي استخدمها الزعتر البري وهذا من أهم البهارات الموجودة في المطبخ التركي اللي هو يستخدمها الكمون. Onun dışında fesleğen. والله ما ادري ما مرت على الفستان يعني زي النوع من انواع ال حتى حلوه حتى يعني مميزه هي هذه من نفس شو اسمه الخلطات اللي هو يستخدمها يستخدم كثير من الاوراق الشجريه تمام طبعا كلها غالبا تجي من تركيا غالبا تجي من تركيا طب هو بيعمل ايه خالد هو الان بيجاسي يحضر الاناناس الاناناس şimdi dana eti yedik dana eti yedik kuzuya geçeceğiz. O yüzden de ağzımızı temizleyecek. Yani sem limonlu sorbe. هذا الاناناس عاده يستخدم في تنظيف الفم بعد ما تاكل اكله معينه الى اكله معينه يحطوا الاناناس حاجه حاليه بتغير طعم الفم عشان تنتقل من لحمه الى لحمه. فهو يستخدموها بدل الليمون يعني من لحم البقر الى اللحم من لحم البقر الى لحم الغنمي يستخدموا حاجه حاليه عشان تعمل تنظيف لله. اللي انت لابسه ده يا شفت يعني ما عايش مع نفسك حاسس اني انا كانه شيف ارقام جوركان يلا انا اليوم صاير مصنع تجارب انك قاعد يوكلني هو متصل بك ثانك يو ايوه اوز شمدي تمز دي جيد ağzımızı sıfırlıyor natural حاجه طبيعيه بتعمل تنظيف الفم بالكامل طيب خلينا ناخذ فكره كمان عن الصحون اللي موجوده الاطباق حيكمل اللي هو طبعا هذا لحم غنمي ما هو لحم بقري الاسد هو لحم بقري عشان كذا عمل التنظيف ما بين اللحم البقري الغنمي الان هذا القفص مشهورين فيه طبعا جوركان شيف تركيا دان شيفيرو هذا اللحم يجي من تركيا طبعا ولحم غنمي يجي من تركيا تماما كوزو bununla yani kekikle besleniyor. Yani daima من اهم الاشياء اللي استخدمها هو الزعتر البري. طيب يلا ابدا بالتقطيع. لحم غنم غنمي هذا غنمي. يعني هو يعتبر من اشهر الاطباق ذو الصبغه الغنميه باختلاف اللحم البقري. تقديم لابد ان اللون يكون قرمز يعني غالبا اللحمه تعتبر جودتها كل ما كان لونها قرمزي لانه نسبه الـ 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 هو ما هو دم هو عباره عن مويه اللحم نحن نقول فهي عاده يعني تضفي اللون القرمزي على اللحم حب ادوق وبحط كمان التوابل واو ما راح تفوتين واو شيء. نيكول كمان تنوري شاركنا اللحظة زميلتنا نيكول تنوري نازلة تاكل يعانى لازم صباحكم صباح قلتي لي ما فيها حار سبايسي نو فيها سبايسي كل التوابل يلا لا 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 لا, لا. سبايسي خفي مو سبايسي لو سمحت يلا هذه لازم تنوكل باليد ها استنيورم بيض اما بو شوك لذيذ اما يقول لك لذيذ مرة يعني جربي جربي ابدا 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 وجع لي البطن ابدا ابدا طيب. هل يعني انا قاعد اشوف انه دائما لربما الخليجيين او العرب ما يحبون يشوفون الدم او لون هل تذبح البقره ومن ثم تؤكل على طول ولا بو ديديكي نو كوزو او دانا دانا ملي بو سكي كاش كاشكون لازم السيوره evet Şimdi canlıyı kestikten sonra canlıyı kestikten sonra alet-el-ganama 3 gün boyunca karkas halinde dinlenmeli. Hatta عشان العضلات اللي فيها تخف. Çünkü kas yani arabik adele. Adele. Evet adelenin ölmesi lazım. İsterhif tertah. عشان اللحمه تاخذ 3 gün sonra. بعد 3 ايام. 3 gün sonra ondan sonra işlenmek lazım. بعد كده تتقطع. Ve vakum وتنحط في الأكياس سونا دولاب بعدين تنحط في الفريزر يعني طب ممتاز همان كيستيم مزقرة غريل يعني بعد ما تتقطع الذبيحة مفروض أنها ما تنطبخ لازم تأخذ 3 أيام تأخذ راحتها تخف العضلات بعدين تتقطع بعدين تتفرزن طيب دي قصة طويلة عريضة بس المهم ان احنا بنستمتع في الاخر بالستيك خلينا نتكلم كمان خالد عن السلطات الموجودة سريعا والحلويات بو ديك بو سلط هنجسي جوزيل سلط سانس ضار تطليز Salata. Evet, salata mı tatlı? Yani şöyle, burada da mesela
Burada da ne var? Ne var? Nasıl balık sushi? Hada zes samak. Bu da sushi tabi samak. Bu da benim spesyalim. Hada haca hasa fi. Çok ülkede ödül de aldım bununla. Marra hasa fi bu. Etşi. İbara an sushi lahm. Evet. Mus sushi yani, samak. Simsim hada. Tamamen. Simsim onu kalbasın. Reçete benim. Yani bana özel. Kul spices ve mukavvenat hasa fi. Teşekkürlerim. شكرا جزيلا شكرا لك على حضوركم شكرا لكم انتم ايضا الى اللقاء نراكم غدا مشاهدينا الى اللقاء هنحلي احنا راح حل يعني